واحد بيقول لماذا لا ترتدي الفتاة المسيحية الحجاب على الرغم انه مأخوذ عن المسيحية؟ مين قال الحجاب مأخوذ عن المسيحية؟ لما نشوف كل الصور القديمة ما كانش في حاجة، والسيدة العذراء عمرنا ما شفنا لها صورة بحجاب، ولا اليصابات ولا مريم المجدلية. انت جايب الكلام ده منين؟ ثم اذا كنت عايز ترجع للاصل، زمان كان كل الناس كل الرجالة بيربوا دهونهم، انت ليه ما بتربيش دقنك؟ وكان زمان كله كده، يعني ما تفتكروش تربية الدقن حاجة جديدة، ده حلق الدقن هو اللي حاجة جديدة. كل الناس زمان كانوا بلحية وبشارب على الاخر. هو العفة عفة في القلب وليس في المظهر الخارجي. يعني المهم اللي نطلبه في الفتاة المسيحية انها تتصف بالعفة وتتصف بالوقار، مش مجرد تلبس كذا ولا كذا. المسائل مش ملابس، مسائل قلب نقي من الداخل وتصرفات نقية من الخارج، لا تحسب بموضوع الملابس. يعني طب دلوقتي الرجالة بيلبسوا بنطلونات، هل زمان في بدء المسيحية كان في بنطلونات؟ وانت لو رجعت بقى في الحكاية دي ما احناش خالصين، ما كانش فيه. المهم ان احنا نشوف الوقار والعفة وليس نوعية الملابس.